اللي كيعنفني وتيجري عليا يوميا السب والشتم قدام ولادي، الالفاظ الخايبه دائما كيجري عليا وداكشي، وعام وانا مجاري عليا من الدار، ومن بعد مني طاح دار الحديد، وطلبوني جيران راش بشهاده جيران، عارفينه خايب عارفينه الفاظ ديما كيسمعوا السب والشتم من غير الكلام الخايب الالفاظ القبيحه. ورجعت على ود طلبوني جيران، قال لي في سبيل الله وداكشي، واخا حنا عارفينه خايب ما مزيانش. ومني رجعت من رجعت وداك الشيء دار الحديد وداك الشيء، وقابلته في سبيل الله، ومني صح عاوتاني جرى عليا تاع لي العادات القديمه، يلفع عليا التاركه قدام ولادي، ديما كيجري عليا، وانا دابا غير خارجه، انا جالسه مع الوالده وداك الشيء وصافي. هادشي اللي كاين. هذا الزوج ديالي ديما السب والشتم والالفاظ القبيحه، وبشهاده الجيران شي كلشي كيسمعوه، ما كاينش اللي كيتدخل، ما كاينش اللي هذا كيسمعوا، عارفين وخايب. الولاد كيشوفوا هادشي وما مقبلينش الوضعيه. دابا ولادي بداو كيكبروا داكشي، دابا انا خارجه دابا حاليا من الدار جاري عليا، قال لي والله لا جلسي فيا الفاعل عليا التاركه، ودائما المعيور الخايب قدام ولادي تما ما باغينش. دابا في الاخر ما صافي مقيش معنا، جاري عليا قال لي والله لا جلسي عندي حتى دقيقه، تهضر هادشي حتى صح. دابا ولا كيتمشى شويه على رجلي وجري عليا ثاني. واش درتي منين جرى عليك السنقاش ومشيتي درتي؟ دابا مشيتي عند من مشيت عند الوالده دابا حاليا، ومن هوك الوالده حتى انا لاقيه مشكل مع خوتي وداك الشيء، فتعرفي الخوت كي دايرين، وصابره وقالت ما عندي ما ندير. مع وليداتي الا وليداتي دابا دخلتهم لواحد الجمعيه الصغار، غير الصغار الجمعيه. الجمعيه كتكفل بالولاد؟ كتكفل بالولاد، حقاش انا ما عندي السكن، وما عنديش شي حرفه اللي غندخل، ما عنديش. وما عمرك درتي شكايه به لا عند الشرطه ولا عند وكيل المالك؟ لا الاغلبيه لا، عمرني ما درت شكايه، الاغلبيه ما قالتش معاك يجري عليا ونعاود نجي كنقول على قبل وليداتي. مني دار لي الله تاويد الخير دخلت لوليداتي لواحد الجمعيه اللي نحمد الله ونشكره معاونيني عليهم، قلت نمشي بحالاتي، يبقى معايا الولد الكبير كيسمع داك السب والشتم، وما مسكين بحال يتعقد ولا بحال بداك الشيء اللي كيسمع ديك الالفاظ الخايبه يوميا، فطور في الغداء في العشاء في اي لحظه في اي دقيقه كيبدا يقول لي داك الكلام القبيح. يا بنت الفئات انتم عارفين الكلام الخايب كلشي بشهاده الجيران، وكيتحشش وكيمشي يطلب، ما عند هادشي غير ما سميتو، ما حتى هو ما عندوش، كيمشي يطلب وكيمشي يتحشش، وداكشي داكشي اللي طلبهم كيتحشش بهم كيدور.